نقدموا مجموعه ديال اللوحات من الانتاج ديالنا الحمد لله، وتنساهموا بها مناسبه عيد الاستقلال المجيد، والحمد لله هذه المسيره غتبقى ان شاء الله نواكبوها. وكما انه تتشوفوا الالوان الزاهيه اللي تتعبر على الفرحه، تتعبر على المستقبل. حنا من هذا المنبر تناشدوا الفنانين التشكيليين كلهم باش ينوضوا يساهموا بالغالي والنفس لصالح هذا الوطن. الفكره ديال المعرض ماشي جديده عندنا، انا كنت تنديرها في فضاء الناس في شارع أنفا، وكانوا تيجيو عندي التلاميذ ديال الولاده وديال ادريسي، وكانوا تيناشدوا هذاك كانوا تياخذوا مع عندي افكار، وكانوا ياخذوا مع عندهم ساعه. كانوا عاد التلاميذ دابا الحمد لله راه فيهم الاساسيده وفيهم المحامين وفيهم القضاة، وباقي لحد الان تنتلاقى معاهم وتيشيلوا عندي اللوحات ديالي وتيساهموا معايا. ديال الفنان هو تيتكلم بالريشه، تيحط هذاك الشيء الابداع ديالو بالريشه، وحتى الا كان عنده شي الم تيخليه في اللوحه ديالو. ولهذا انا تناشد الفنانه باش يكون بعدو من هذه المساله ديال الالم، يبقاو يحطوا الابداع بالريشه ديالهم، لانه الناس محتاجين البصمات ديال الفنان اللي هي غير ليست كئيبه. البلاد ديالنا باغا الخضيرة، وباغا الضوء، وباغا الماء، وباغا الطمأنينة، وباغا الحياة السعيدة. حنا بلادنا خصنا نساهموا معها بلاكيتي لاكيتي لاكيتي لابوتي. هذه الحياة ما تكونش فوضى في اللوحة، ما يكونش كآبة في اللوحة، باش تعذبوني إلا غادي يعلقها يبقى يحبها ويبقى يمارس معها حياته كلها. اللوحة راه خصها تبقى بحال واحد الطفل أو واحد المنتوج دا واحد الزبون. نساوش بأن وراء الناس المسؤولين محتاجين لينا حنايا باش نوضوا نساهموا إن شاء الله بالجودة في اللوحات. وبهذه المناسبة الغالية الحميمة لا ننسى أن نشكر جمعية قدماء التلاميذ البيضاويين للدار البيضاء الكبرى اللي تتساهم معنا بالغالي والنفيس، هي تتهيئ لنا بالفضاء العروض، ماشي عارنا، جميع الفنانين التشكيليين وجميع المطربين تتعاونهم وتتساهم معهم، يعني تتعطيهم الفضاء وتتساهم معهم بالدعم اللي تناسبهم.